السلام عليكم خوتي اخواتاتي، نتمنى تكونوا بخير. حنا دابا واحد الجولة وفيديو جديد من ميناء القديم. هاد البلاصة هادي سميتها بوكس بارك قطر. المهم نتمنى يعجبكم هاد الفيديو وبقوا معايا. كما كتشوفوا هذا شاي كرك، هذا مشهور هنا في قطر. اي واحد جا لقطر ضروري خاصو يجرب هذا الشاي. هذا هو كيتصايب من الحليب وليبطون. وكما كتشوفوا هذا البلايص هذا جيتسكي كيتكراو الناس اللي باغيين يضربوا طاوره هنا في مارينا. المهم داكشي زوين. انتما كتشوفوا كما كتشوفوا معايا الكونتينيرات عباره عن مقاهي ومطاعم واي حاجه موجوده هنا. Thank you.
كنشوفو دابا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساوش التعليق، اللايك، البارطاج مع الأصدقاء والأحباب، وشكرا لكم بزاف.